لجنة ضبط الأداء الإعلامي والأستاذ فهمي عمر أوصت أكتر من 10 مرات بإيقاف برنامج الزمالك اليوم وخالد الغندور وأحمد جمال وبعض المحللين، وأوصت أكتر من مرة بإيقاف مرتضى منصور، وأوصت أكتر من مرة بإيقاف البرنامج، وأوصت أكتر من مرة بإيقاف وغلق القناة، وكله بيوصل عند عمنا المحترم الأستاذ مكرم محمد أحمد ويخش الدرج، بيجيله تليفون ما تعملش حاجة، ولما تكلمه يقول له غلك يا دي. تهدد الأستاذ مكرم، أنتوا عارفين قصة التليفونات اللي قال لك اتهكرت دي ألفها ليه؟ ألفها لأن في اليوم ده بعت رسالة تهديد للأستاذ مكرم محمد أحمد وقال له أنا جاي لك المكتب وأعمل كذا وكذا وكذا. أستاذ مكرم محمد أحمد كراجل جليل وفاضل يعني قال لك لازم أتقدم للجهات المعنية، كتب مذكرة للنائب العام ومذكرة لرئيس مجلس النواب، وقبل ما يبعتهم انهالت عليه التليفونات يمينا ويسارا واقنعوه انه يتراجع، وراحوا مكلمين مرتضى منصور كان ساب مصر وراح فيلته في مارينا، طلع قدام الفيلا حتى ما كانش غسل وشه من الرعب، وراح عامل فيديو الشرايح اتسرقت، شرايح ايه اللي اتسرقت؟ ما كفايه بقى الناس فهمتك، ده انت قديم قوي يا راجل، ده انت قديم قدم الطرابيش يا راجل، يا راجل يا راجل قلت لك اللب مسلح سم منك يا راجل، مفيش حد بيسمعك خالص، الناس فاضيها والله العظيم، ما حد بيسمعك ولا بيعبرك، وانت عشان كده بتشتم عشان تشد الانتباه، وشويه مجانين حواليك بيقبضوا بيقولوا لك نعم حاضر. انا ليا كام يوم بتكلم عن الاصلاح في الرياضه وما بتعرضلكش اصلا، وقضية نادي الزمالك احنا فندناها وسندنا الزمالك اكتر من البرنامج اللي بتديله ملايين، وعرنا لك البرنامج اللي ما وقفش جنب الزمالك ولا وضح لنا حاجة، بس النهاردة البيانات دي فرضت وجودها، وكان لازم نعمل اللايف ده عشان نسيف الحاجات دي ونقول الحق. منعت القناة من الظهور، قعدنا 9 شهور مفيش فيديو عملته، خلال 9 شهور ولا 8 شهور اتبلت عليا في اكتر من 8 قضايا، وبعد كده اكتشفت انهم بقيوا 40 قضية وانا قاعد ما بتكلمش ولا افتح بقي، وقلت يا عبد الناصر القناة قافلة وانت راجل مهني محترم لا تخوض في مثل هذه الامور، سيبه يجعجع زي ما بيجعجع، ومرضتش يتناولك لا يمين ولا شمال، لكن مفيش رجعة معاك، مفيش حد مالي عينك في البلد، مفيش حد مالي عينك في البلد، لكن ما تقلقش مش هيرحمك، كلنا ثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلنا ثقة في الدولة بتاعتنا، والقانون مش هيرحمك مهما طال بيك الزمن، هتتحاكم مهما طال بيك الزمن، مش هتتخلد فيها ولا هتفضل المناصب دي حواليك العمر كله، انتخابات مجلس النواب قربت حتى لو نجحت مش هتقعد للدورة اللي بعديها هتسقطين، مشكلة يعني، ربك ما بيسيبش حد وما ربك بظلام للعبيد يا جماعة، الموضوع مش ده وبس، يعني أنا بكرة أحضر لكم مفاجآت وسيف لكم كمان المخاطبات اللي طلعت والبيان اللي أصدره الأستاذ ممدوح عباس والشكاوى اللي تقدم بيها والبلاغات والحصر بتاع البلاغات، ما احنا دلوقتي مش بنهاجم مرتضى منصور ولا بنهاجم حد، احنا بنقول الناس لجأت للدولة والقانون، الاهلي قال هل هناك بديل غير القانون؟ قولوا لنا، احنا متمسكين بدولة القانون وبنسند دولتنا حتى النهاية، ومتمسكين ان دولتنا تبقى فتية قوية، والوقت اللي احنا فيه مش متحمل مثل هذا الهراء، لازم كلنا نتحمل مسؤوليتنا ونحافظ على بلدنا ومؤسساتنا وقياداتنا وجيشنا وشرطتنا. طب يا جماعة ما انتوا تدوا نموذج ان الدولة عادت بالقضاء على الصوائر السلبية، تعملوا اصلاح في الرياضة. انا طرحت سؤال امبارح، هل نحتاج الى قانون قوي ام نحتاج الى وزير قوي يطبق القانون؟ لازم السؤال ده يبقى على مائدة المسؤولين في خريطة الاصلاح اللي بتتحضر دلوقتي على قدم وساق، وكلنا بنسندها وبنسند كل القرارات، وبنحيي القيادة السياسية النهاردة على حزمة القرارات اللي طلعت منها حل أزمة المعاشات وسحب الاستشكالات من المحاكم
ومنها إعادة النظر في المرتبات والأجور للموظفين، ومنها إعادة النظر في كثير من السلع زي سلعة البنزين وسلعة الغاز الطبيعي وشريحة الكهرباء بكل مستملاتها. ونصبر، ما نتسرعش. لما يقولك عندنا مشكلة هتتحل مع السنة المالية، ما تلسعش بدماغك وتقول لا دلوقتي، لا مع السنة المالية، لان هيجيب لك منين دلوقتي مخصصات. لازم تطالب بالاصلاح والانتصار للغلابة، وفي نفس الوقت تحترم مؤسسات دولتك وتحترم القوانين بتاع دولتك، وتبقى عارف ان ميزانية، في ميزانية وفي سنة مالية محدش يقدر يتحرك بعيد عنها، وان كل الحاجات الاصلاحية في المجال الاقتصادي والمجال المالي مرتبطة بفلوس وميزانيات. عايزين اعلام يوضح للناس، انا بتاع رياضة بتكلم في حدود فهمي، عايزين نقول للناس هنقضي على الغلا في الحتة الفلانية بواحد اتنين تلاتة، بس لازم في سنة مالية نشتغل من خلالها. عايزين نقول ان الرئيس انتصر للغلابة، ما نفقش ولا نطبل، وان حزمة القرارات اللي طلعت النهاردة وحزمة القرارات اللي طلعت امبارح خاصة بالسلع التموينية يستحق عليها الدولة الاحترام، ونصفق للمسؤولين انهم سمعوا كلامنا، لكن عايزين يسمعوا كلامنا في القضاء على الظواهر السلبية والقضاء على ظاهرة الجعجعة وقتل الاخلاق والروح الرياضية. لازم الدولة تسمعنا. لازم الدولة تسمعنا. راجل بيخبط يمين وشمال. ده النهاردة عجبني الأستاذ أحمد عويس الكاتب الصحفي المحترم لما قال حاجة مهمة جدا. النهاردة بيهاجموا القناة صاحبة الحقوق التسويقية ليهم في أفريقيا، فالأستاذ أحمد عويس بيقول لهم إيه؟ أبوس على دماغكم كفاية، كل يوم بتخسروا الزمالك، كل يوم بتخسروا الزمالك. ما احنا لما نتكلم الناس هتسمعنا، لكن ما نسيبش واحد معتوه زي علاء صادق يتكلم في اوجعنا. ده راجل عمين وخاين شغال بيبث سمومه من قطر، وبيدعو الى العنف اكتر من اللي من اي حد تاني في مجال الرياضه وكره القدم، وطول حياته بينفخ في النار ويأجج مشاعر جماهير الاهلي. يعني حتى النهارده الفيديوهات اللي عاملها كلها شحن في جماهير الاهلي، حق يراد به باطل. ازاي تسكتوا يا جماهير الاهلاء في قانون، واحنا ضد تدخل الجماهير في الامور التي تحكمها قوانين ويتحرك فيها مجلس الاداره لكي ياخذ حقه. احنا مش علاء صادق المتخلف اللي هيتكلم بهمومنا، احنا عندنا لسان ونتكلم. وهذا وكلا، ويهرم علينا التطبيل ويهرم علينا النفاق. الصح هنقول له انت صح ونسقف له، والباطل هنقول له انت باطل ولازم تعدل من امرك. رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، وعندنا نظام بيسمع، وعشان كده خد حزمه من القرارات. ومن ضمن القرارات والنبي عايزين يا كريس ترخص لنا النت عشان الناس تتفرج علينا. خلاص مفيش قنوات طالعه، ماشي يا عم وائل مرعي اهو، عايزين يا ريس ترخص لنا النت والنبي، عشان وائل مرعي صديقنا العزيز بيشحن كل 3 ايام عشان يتفرج عليا، والدكتور مصطفى عبد الخالق خلص كل الباقات. او اعملوا لنا النت بالغاز الطبيعي عشان ارخص. فاحنا يا جماعه مش واحد، يعني مش عايز اخش في اعراض ولا سب، ولا مش علاء صادق بس وغيره، لن نسمح لهؤلاء انهم يعبثوا بوضعنا الرياضي والكروي. احنا فينا لسان نتكلم داخل دولتنا المحترمة، وفيديوهاتنا دي بالملايين وبيشوفها العالم كله، ومنتهى الحرية والاحترام. وفي تغير، في تغير وفي انفتاح على الحريات. والقنوات المقفولة راجعة، القنوات المقفولة راجعة، مش عشان تشتم ولا ترد على مرتضى منصور، عشان تشتغل بالمعايير وبالاحترام، عشان تراعي ميثاق العمل الإعلامي، عشان تشتغل من خلال النقابة الإعلامية المحترمة اللي بيرأسها شاب طموح محترم.
الدكتور طارق سعد اللي انا بحييه، اللي حرك المياه الراكدة داخل نقابة الإعلاميين.